السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميسا جزبي من شركة سكونستراكت. في هذا الفيديو بدنا نتعرف على التوبيكس. التوبيكس بالرأس حكينا عليه بالشابتر الأول، قلنا أنه هو موضوع جدا مهم في الرأس لأنه هو دائما مسؤول عن التخاطب بين البرنامج وبين الروبوت. فالتوبيكس بتنقسم بالروس لقسمين. أول قسم هو الببليشر، هو بينشر هاي المعلومات المتعلقة بالتوبيك. والجزء الثاني هو السبسكرايبر، اللي هو بيتلقى أو بيستقبل هاي المعلومات اللي عم بيتم نشره. فشو المواضيع اللي بدنا نتعرف عليها بهذا الفيديو؟ هو شيء شو يعني روس توبيكس؟ كيف أنا بقدر أنشئ روس توبيك إذا أنا بدي أنشئ روس توبيك لروبوت عندي؟ شو يعني بابليشر؟ كيف بقدر أنشئ واحد؟ شو يعني التوبيك مسجز؟ كيف بتشتغل؟ نبدأ. بداية في عنا الكود اللي اسمه simple topic publisher.py، نكتبه بلغة البايثون. خلونا نعمل لهذا الكود رن. فهذا هو الكود، بضغط على الزر هون حتى اعمل له رن. ولكن فعليا شوف انه ما في شيء تغير بالتيرمينال او بالواجهات، ما في شيء تغير عندي، كله ثابت. معناتها انا بقول انه هذا الكود ما اشتغل عندي؟ لا، هذا الكود هو شغال بالباك جراوند. كيف انا بدي اتاكد انه فعلا هذا الكود شغال بالباك جراوند ولا لا؟ ففي تعليمي تعرض لي شو هي التوبيك الموجوده عندي حاليا. فالتعليمي هي روس توبيك ليست. فهي التعليمي روس توبيك ليست تعرض لي قائمه بالتوبيكس الشغاله حاليا عندي. ونحن حكينا بالدرس الماضي إذا أنا بدي أعمل فلتر للنتائج فقط مشان طلع الشيء اللي بدي إياه، الموضوع عن topic عن الباكج عن أي شيء أنا بدي إياه، فإننا نحط خط grep وبعدها بحط اسم. هون كون عنا topic وهون راح نحط اسم topic. طيب أنا شلون بدي أعرف اسم topic؟ من الكود الموجود عنا هون، هذا هو اسم topic سلاش كاونتر. طبعا بعد شوي رح نتعرف على اجزاء الكود بالضبط، ولكن حاليا عشان نعرف منين اجى اسم التوبيك فقط حاليا نقول انه اسم التوبيك هو هذا هو سلاش كاونتر. فبحط سلاش كاونتر بستعين بزر التاب. وفعلا بشوف انه هذا الكاونتر موجود عندي، الروس توبيك كاونتر موجود عندي، هو هذا هو، معناتها هو شغال بالخلفية. طيب نحن قلنا انه هذا شغال بالخلفية، ما بدي انا اعرض النتائج تبعته، ما بدي اشوف شو هي النتائج اللي عم بيخرج لي اياها. فلحتى اشوف شو هي النتائج اللي عم بيخرج لي اياها بحط تعليمي روس توبيك ايكو، روس توبيك ايكو روس توبيك ايكو، قلنا حتى فرجيني شو هو خرج هاي التعليمي روس توبيك ايكو. شو هو التوبيك كان عنا اسمه سلاش كاونتر. فبنشوف عبارة عن ارقام متعاقبة. بحط له كنترول سي لحتى اوقفه لهذا البرنامج. طيب في حال أنا كان بدي أعرف معلومات عن هذا التوبيك، ففي تعليمة تعطيني شو هي المعلومات عن هذا التوبيك، اللي هي بوس توبيك بستعين بالتاب info، بعدين بحط اسم التوبيك. معناتها لحتى أعرف معلومات عن هذا التوبيك بوس توبيك info، بعدين بحط اسم التوبيك. بعطي انتر بقول لي انه هذا التوبيك في له ببلشرز وما في له سبسكرايبر،
بالنسبة للتاي هو نوع STD مسج انت 32، راح نتعرف بعد شوي شو يعني STD مسج انت 32، ولكن الببلشر اللي عم بيقوم بنشر هذا الموضوع هو اسمه توبيك ببلشر. بعد ما استعرضنا انه هذا التوبيك وشو التعليمات وشفنا خرجه، خلونا نتعرف على الكود سطر بسطر شو اشتغل. حكينا في عندي هون السطر هاد اللي هو هاشتاج user pin in python بالمحاضرة الماضية، انه هذا السطر لازم يكون موجود عندي في حال انا عم بكتب كود بايثون، لحتى يعلم النظام او نظام الروست بانه انا عم بكتب هذا الكود او الكود القادم عندك هو كود مكتوب بلغة البايثون. ثاني سطر import roast py، هاي عبارة عن تضمين لمكتبة حتى أقدر استخدم توابع البايثون ضمن نظام الروس. بعدين هون عملنا import لint 32، عملنا تضمين لمكتبة رسائل int 32 من وين؟ من std message.message. ال std message.message هي عبارة عن standard messages. standard messages في بآخر الكورس هاد أو بآخر الدرس هاد بدنا نتعرف على messages ونتعرف بالضبط على std messages. معناتها هون رح يعطيني شغاية منه، رح يعطيني رسائل، وهي الرسائل هي int integer و 32. بعدين في عنا هون rows py.int node، هون قمنا بتعريف عقدة أو node، هاي العقدة اسمها topic publisher. بعدين pub تساوي rosby.publisher counter، هون عملنا أنشأنا publisher، أنشأنا ناشر، فهذا الناشر لازم نمرر له البارامترات. في عنا بارامترين مهمين، أول بارامتر هو اسم التوبيك، وقلنا اسم التوبيك من شوي حكينا هو slash counter. ثاني شيء نمرر له إياه هو نوع الرسائل، نوع الرسائل بده يعرضها، فهو رح يعرض رسائل integer 32. بعدين في عندي rate تساوي rosby.rate2، فهذا التابع مشان يحدد لي كمية الرسائل أو يتحكم لي بكمية الرسائل اللي بدي انشرها. وهون التو هي 2 هرتز، فيعني كل 2 هرتز بده يعمل نشر لرسالة، أو يعني كل نص ثانية بده يعمل نشر لرسالة. بعدين count تساوي int 32، يعني التابع اللي اسمه count رح ياخد شكل الرسائل اللي هي int integer 32. هلا ضمن الانتيجر 32 في عندي تابع او متحول اسمه داتا، هذا المتحول داتا بالبداية بعطيه قيمة 0. بعدين نشوف في عندي حلقة while، هاي حلقة while رح تضل مستمرة بالعمل ما دام ما اجاها Ctrl C او اجاها توقيف لهاي الحلقة. بعدين نشوف عنا pub.publish بين قوسين count، بالسطر هون حطينا pub تساوي rosby.publisher counter int 32. اش عملنا هون؟ قمنا بإنشاء ناشر أو publisher. هذا الببلشر حددنا فيه شو هو الموضوع اللي بدنا ينتشر أو شو هو التوبيك اللي بده ينتشر، وحددنا فيه نوع الرسالة. أما بالسطر اللي موجود هون بدنا نقوم بكتابة التابع اللي رح يقوم بنشر أو يعمل publish للرسائل للtopics. معناتها بهذا السطر موجود التابع رح يقوم بنشر messages للtopics. بعدين في عنا التابع هو لزيادة العداد، بعدين في عنا read.sleep لحتى يتوقف فترة من الزمن عن نشر الرسائل. معناها خلينا نلخص الكود. الكود عبارة بداية انشأنا topic، انشأنا node، هذا النود اسمه topic publisher. بعدين
قمنا بإنشاء publisher. هذا publisher بينشر messages على الموضوع أو على topic اللي اسمه slash counter, ونوع المسجز اللي بينشره هي الانت 32. وهذا البرنامج بشكل عام وظيفته أنه كعدد بيكون بالعد, بداية بيبدأ من الصفر, بعدين كل ماله بيتزايد واحد واحد كل نصف ثانية. طيب معناته شو استنتجنا؟ شو هو الببليشر؟ الببليشر هو عبارة عن نود. هاي النود تاخد مسج, لو توديها توديها للتوبيك. معناته الببليشر عبارة عن نود تنشر أو تعمل ببليش لمسج لتوبيك. طيب شو يعني التوبيك؟ التوبيك هو عبارة عن, فينا نقول قناة أو بايب. هاي القناة تعمل على نقل هاي المعلومات. هاي شغلة واحدة. الشغلة الثانية انه بقدر انشر هاي المعلومات عبر هذا التوبيك. شو بيقدر كمان التوبيك؟ بيقدر التوبيك انه يقرأ هاي المعلومات. هذا التوبيك صار له ثلاث وظائف. اول وظيفة هو بيقدر ينقل هاي المعلومات. ثاني شغلة بيقدر يعمل publish لهاي المعلومات. كمان بيقدر يقرأ المعلومات, قراءة نقل ونشر المعلومات. ما تخلونا نلقي نظرة سريعة عن كل التعليمات السابقة اللي أخذناهم. أخذنا تعليمين Rose Topic Info. إن تعليمة Rose Topic Info هي لحتى تعطيني معلومات عن Topic معين. إن نحط Rose Topic Info, بعدين نحط اسم التوبيك اللي أنا عنديها. بعدين تعرفنا على تعليمة تانية هي Rose Topic Eco. قلنا Rose Topic Eco العرض خرج هاي التعليمة, هذا التوبيك عفوا, عرض خرج هذا التوبيك. فالتوبيك عندي هون اسمه Counter, فعرضت أنا محتوى وخرجه عن طريق Rose Topic Eco. التعليمة اللي بعدها Rose Topic List Grab Counter. قلنا تعليمة Rose Topic List هي لحتى تعرض قائمة في التوبيك اللي عنديها. قلنا نحط خط Grab لحتى أعمل فلترة للنتائج لتحديد توبيك معين أنا بديها. هلأ كمان في عنا تعليمة تعرض لي معدل الرسائل عم تنبعك بالتوبيك, هي Rose Topic. طبعا ما بنسى استخدم التاب Rose Topic H Z, بعدين Space, حط اسم التوبيك اللي هو كان Slash Counter وبستعين بالتاب. أوكي. فبشوف انه انا معدل الرسائل راح تنبعث هي عبارة عن كل نص ثانية, مثل ما كنا حاطينه كل 2 هرتز يعني كل 2 ثانية. تمام. فانا هلا اذا بدي استعرض بشكل عام شو هي التعليمات الخاصة بالRose Topic, فبقدر اكتب Rose Topic space حط minus h بعطي انتر. فبشوف في عندي Rose Topic BW, Delay, Eco, Find, Etc, Info, List, Pub, Type. فلحتى أنا أتعرف على كل واحدة من هاي شو شغلتها أو شو بتعمل, فممكن أنا أرجع أكتب اسم التعليمة حط جنبها minus H. فمثلا أنا بقدر أكتب Rose Topic Tab Eco, بعدين حط جنبها minus H. فبشوف انه بيعطيني عبارة عن المعلومات عن هذا التعليم. انا لحد الان هذا الكود ما زال بالباك جراوند عم يشتغل عندي. ففينا لحتى نرجع نتأكد انه هو عن جد استشغل بالباك جراوند. فبنحط تعليمة Rose Topic Eco. وقلنا بنحط اسم التوبيك. بعطي انتر. شوف الخش. فنشوف ما زال عم بيعد. بعطي كنترول سي حتى اوقفه. بيجي. بحط على الكود. بعطي ايقاف. فهلا اذا رجعت حطيت تعليمي الروس توبيك ايكو رح يرجع يعطيني خرج ولا لا؟ رح نجرب.
عم بيقول لي هون انه ما في رسائل عم يتلقاها، ليش؟ لانه نحن قمنا بتوقيف البرنامج بالباك جراوند، فما عاد شغال عندي. تمام، هيك نكون انتهينا من هذا الجزء. خلونا ننتقل لمبدا ثاني واللي هو المسجز. هلا مثل ما شفنا انه لما التوبيك بدها تروح تبعت معلومات، فبتبعت المعلومات عن طريق المسجز. طبعا بالروس في عندنا كتير انواع للمسجز. شفنا نحن لما بالكود اللي كتبناه كان نوع المسج اللي عم يبعتها هو من نوع ال STD message او standard messages نوع int 32. طبعا ما هذا هو النوع الوحيد بالروس، بيكون في عندي انواع كتير. طبعا المسج اختصارة او امتدادة هو .msg، وين بتتواجد؟ بتتواجد داخل الباكجز. لحتى انا اعرف معلومات عن المسج ففي تعليم تعطيني هذا الشيء اللي هي ROS message show، وبعدها بكتب اسم المسج اللي انا بدي اياها. فنحن من شوي تعرفنا على standard messages 32، فخلينا ننتقل عليها ونعرض او اعرف معلومات عن هاي المسج. تمام، فهلا انا اعطيت كلير للشاشه عشان ترجع مثل ما هي. هلا انا اذا بدي اعرف معلومات عن المسج فلازم انتقل للباكيج الخاص فيها، ولحتى انتقل للباكيج الخاص فيها اللي هو stdmessage/message لازم احط كلمه روس cd space std underscore m tab ms tab. فصرت حاليا ضمن هاد الدايركتوري. هلا بقدر اكتب التعليمه عشان تعطيني معلومات عن هاي المسج. شو كانت التعليمه؟ روس msg show std underscore msgs messages slash int 32. فبعطي انتر. شوف انه فيه متحول، اسم هذا المتحول data، هذا المتحول data نوعه integer. تمام، معناتها شفنا انه فيه متحول data نوع هذا المتحول integer. طبعا انا بهالطريقة بقدر اتعرف على اي نوع من انواع المسجز اللي انا بديهم. هلا هذا المتحول اللي هون عندي اياه data هو عبارة عن متحول هام. ليش؟ اذا بتتذكروا بداية الكود لما اخذنا هذا الكود قلنا انه داخل الانتيجر كان في عنا قلنا متحول اسم هذا المتحول هو داتا، وفعلا شفنا لما دخلنا لداخل الانت 32 شفنا عنا في المتحول هذا اسمه داتا. فهذا المتحول اسمه داتا، نحن وصلنا له من هذا الكود حطينا له قيمة الصفر. تمام، هلا في عنا يمكن مثال هون مشان يكون شامل لكل شيء تقريبا اخذناه الـ exercise 2.1. هذا الاكسرسايز مطلوب فيه مننا اول شيء ننشئ باكج مع داخله ملف launch file، تعمل launch للكود اللي هو simple topic publisher.py. طبعا نحن اخذنا انشاء الباكج بالفيديو السابق. بعدين لازم نعدل الكود اللي استخدمناه بنشر المعلومات لموضوع او للتوبيك، اسمه هذا التوبيك cmdvel. طبعا هذا الموضوع اللي هو او هذا التوبيك cmdvel هو موضوع جدا مشهور بالروس، شغلته انه يبعث سرعة معينة او يبعث سرعات معينة للروبوت، يعني مشان يحرك الروبوت. نوع المسج اللي بيستقبلها من هذا cmdvel هي geometry messages. فحاليا لحتى اعرف معلومات عن هذا التوبيك بحط التعليمة الخاصة بهذا الشيء. شو كانت هي؟ ROS topic info، بعدين التوبيك هون عندي قالوا لنا cmdvel. خلينا نحط cd حتى ننتقل عن هون.
بعدين بحط تعليمات راس topic بستعين بتاب راس topic info tab بعدين slash cmd slash under tab sorry enter. هنشوف عم بيقوم العقدة المسؤولة عن نشر هذا التوبيك اسمه Geometry Messages واسم الملف Twist. طبعا هون ما في عندي Publisher. هاي عرفنا معلومات انه اسم العقدة هي Geometry Message واسم الملف هو Twist. فهلا اول شيء لازم علينا اننا ننشئ الباكج. لحتى انشئ باكج هاي الخطوات نحن اخذناهم بالفيديو الماضي. فاول خطوة كانت شو هي الخطوة؟ انه انا اتوجه لملف محدد وكان هذا الملف المحدد هو catkin workspace بالتحديد لل src. فحاليا انا حتى اشوف وين الدايركتوري الموجودة انا فيه فبحط bwd فموجودة انا بhome user. فلحتى انتقل على catkin workspace بحط تعليم cd catkin workspace. فأنا حاليا صرت بالcatkin workspace td src صرت داخله. هلا بقدر انشئ الباكج. الباكج ما محدد لي هو اسمه فأنا بسميه مثل ما بدي. شو كان التعليم اللي بدي انشئ لي الباكج؟ هي catkin underscore create underscore pkg. بدي سمي مثلا first topic وبدي اعطي بعدين تبعيات النظام اللي هي انا راح اكتبه بلغة البايثون. فلازم تبعية النظام هي تكون plus py. فمنشوف انه الملف او الباكج تنشأ عندي بشكل ناجح. نشوف انه هذا الباكج فيه src وفيه الكاتكين والباكج. يصفي علينا ننشئ الملف اللي هو ملف اللونش. فبضغط عليه بحط new folder. هذا new folder نسميه launch. تمام. فهلا بدي كون الكود اللي هو بدي كون كود اللي هو بيشبه السمبل توبيك بابليشر دوت بي واي. وين الكود لازم يكون موجود؟ ضمن ملف اس ار سي. فبضغط عليه حط نيو فايل وبسمي بابليشر دوت بي واي. فهو عم بيقول لي انه نفس مكونات هذا الملف. فأنا هذا الملف باخده منسخه نسخ مشان ما في داعي ارجع اكتب الملف من اول جديد. فتحت انا الببلشر.py. هلا بالببلشر.py اول سطر انه ايش لازم يكون هو الهاشتاج iUserPin مشان اعلام الروبوت النظام بانه ملف نوع بايثون. انا رح انسخ هذا الكود مباشرة. السقو هون وعدل التعديلات اللازمة فيه لإعلام النظام حكينا. بعدين قلنا هذا مشان تضمين مكتبة البايثون لأقدر استخدم التوابع بين الروس. هون في عندي الفرق. هلا الامبورت الانت 32 شفنا انه نوع المسج كانت هنيك الانت 32. طيب بالنسبة لهون لما حطينا الروس توبيك انفو شو شفنا؟ خلينا نرجع نحط هون روس توبيك انفو روس توبيك انفو لكانت سي ام دي تاب. اوكي فنشوف انه اسم العقدة هي الجيومتري مسج واسم الملف هو تويست. معناتها هو رح ياخدها from geometry messages. فخلينا نعملها control c نسخ
from STD messages وimport هو التويست اسم الملف ما بنسخهم عشان نشكل أهلا تمام ثاني شيء عرفنا عطي سميناها topic publisher فنحن نخلي topic publisher على ما هي ما في داعي نبدل اسم النود أو بنقدر نسميه مثلا publisher أو pub خلينا نسميه publisher بعدين أنشأنا publisher هذا publisher هو شو اسم التوبيك اللي أنا بدي انشر لقله شو كان اسمه هون موجود عندي هو cmd val فهون حطوا cmd val cmd underscore val نوع المسج هي twist twist اها اوكي هذا نحن ما بحاجة له اوكي بعدين نشوف عنا الريت لتحكم كمية ارسال الرسائل بعدين نشوف عنا هون المتحول اسندنا متحول وقتها هو count لل 32 ده هو نوع المسجز فهون عنا عوضنا نسمي count نسمي مثلا move تساوي لانت 32 هو نوع المسج كانت نوع المسج هون انت 32 فهون بنسميها twist على حسب اسم المسج اللي عنا اياه ما في حاجة هون اعطيه انا صفر للديتا فبنصحها الصفر هلا المطلوب انه باستخدام cmd file اني احرك الروبوت للامام طيب معناتا انا لازم اعرف الستركتشر او بنية هاي المسج شلون انا بدي اعرف الستركتشر تبعت هاي المسج فبحط التعليم اللي تعرفنا عليها من شوي اللي هي روس msg show لا المسج شو كان عنا هون المسج هي geometry رح استعين بالتاب تويست تاب تويست انا في عمل كذا نوع رح كمل عنك تمام فنشوف هي فيها two vectors الفيكتور الاول هو فيكتور linear والفيكتور الثاني هو عبارة عن فيكتور angular بالنسبة للفيكتور linear فيه x y z نفس الشيء بالنسبة للangular فيه x y and z تمام فهلا انا اذا بدي احرك الروبوت للامام فانا بحاجة اعطي لللينير على x قيمة وللانجولر على z قيمة تمام فبجي بحط طابع اللي عرفناه هون اخذ المسج تويست اللي هو مو فبحط مو دوت شو رح نحط فيه اول شيء اللينير فنحط اللينير linear dot انا بدي على x حركة فبحط على x تساوي واحد معناته انا قلت له بتحرك على محور x بشكل linear بعدين move dot angular dot z تساوي كمان واحد فهلا المفروض الروبوت عندي يتحرك باتجاه للامام بعدين عندي حلقة واي حلقة واي انا عملت لها publish لا شو اسمه الانستنس اللي عرفناه هو اسمه مول طبعا انا تابع زيادة هون ما في داعي لإله عندي وهيك بنكون خلصنا الكود الببلشر نسكره ونعطي سيف تمام فهلا انشأنا الكود الببلشر هو بامتداد تطبيقات تاني شغلة ايش كان لازم يكون عندنا لازم يكون في عندي launch file ففي عندي launch folder
فأنشئ بداخله launch file. حط new file. هذا الفايل رح سميه pop.launch. اوكي، فخليني استعين بالباكج اللي انشأناه المرة الماضية عشان ما نكتب. راح نعمل النسخ، نلصقه بالملف الباب اللي انشأناه من جديد بس نعدل فيه التغييرات. اوكي، فهون اسم الباكج، شو كان عندي هون اسم الباكج اللي انا انشأته؟ سميته first topic، وبعدلها بسميه first underscore topic. تاني شغلة هي اسم الملف اللي هو بامتداد .py اللي انا سميته عندي publisher. publisher .py اسم العقدة اللي كانت، شو هي اسم العقدة عندي اللي انا انشأتها ضمن الملف. خلينا نرجع نفتحه، نذكر اسم العقدة اللي انشأناها. سمينا العقدة publisher، سميناها publisher. فهون راح نحط publisher. بعدين سألنا اخر شي بيكون عندي output، وoutput انا بدي اعرضه على screen. انتهينا من اعداد ملف اللونش. طبعا بدي احفظ التغييرات. هون ما بلسنا. تمام، فلحتى هلا جرب الكود اللي عملت له انا ران. شو بعمل؟ شو هي كانت التعليم المسؤول عن هذا الشيء؟ بروس لانش، بروس لانش، حاط ستاب بروس لانش. سمينا الباكج ايش؟ فيرست، في غلط بالسبيلينج. اوكي، فيرست توبيك. ثاني شيء من مدد لي هو اسم ملف اللونش، وانا سميته pop dot launch هي بتكمل. تمام، رح اعمل انتر، وبهالحالة لازم الروبوت يتحرك للامام. انتر. او للاسف شفنا خطتنا خطا. طيب خلينا نراجع. عم بيقول لي مشكلة بالملف اللونش، فهذا ملف اللونش. اها، هون الخطأ، هون ناقصين الهلالين. اوكي، رح اعطي سيف. هلا لازم نشتغل عنه. هذا الخطأ شفناه بالمرة الماضية، كان شو سبب هذا الخطأ؟ كان سبب هذا الخطأ انه انا ماني عاملة لهذا الملف صلاحيات الاكسكيوت، فأنا بحاجة أعمله لملف الـ publisher.py أعطيه صلاحية التنفيذ. فكيف أنا بعطيه صلاحية التنفيذ؟ عن طريق change mode plus x، بعدين اسم الملف اللي بدي أعمله تغيير للصلاحية. بس بالبداية علينا ننتقل للمكان الموجود فيه هذا الكود. فلحتى انتقل عليه روس او روس او سي دي، سي دي كات كين اندرسكور اوكي ورك سبيس اس ار سي سلاش فيرست توبي او تي تابلي كاملة ضمن الاس ار سي. فخليني احط هلا بي دبليو دي، شوف انا صرت وين بالضبط. فانا صرت ضمن الكابكن، ضمن الاس ار سي، ضمن الفيرست توبيك الباكج اللي انا انشاته ضمن الاس ار سي. فلازم حاليا اذا بحط الاس شوف الكود اللي هو publisher.py. اوكي، هذا هو. هلا مطلوب مني اني اغير صلاحياته، فبحط change mode plus x publisher dot py. رح اعطي tab مشان نكمل اياها. اوكي،
change mode في غلط عندنا بالسبيلينج ما في داعي لحرف الاي بالنهاية اوكي تمام فحاليا تغيرت صلاحية فهلا بقدر انفذ تعليم الروس لانش بكل بساطة روس لانش شو كان اسم الباكج اللي انا سميته سميته هون روس لانش سميته first topic بعدين بعطي اسم ملف اللانش اللي انا انشأته اللي هو pub dot launch اوكي رح اعطي انتر المفروض الروبوت شوف هون يتحرك اوبس تمام خلونا نراجع الكود اوكي from geometry messages geometry underscore message ناقصنا الامتداد اللي هو dot ms dot msg اوكي هاد ناقصينه رح نعطي كنترول اس المفروض هلا ما يعطينا بقى الخطا فبرجع بحط التعليمة اللي هي اوكي روس لانش فيرست توبيك المفروض الروبوت تتحرك تمام شوف ان الروبوت متحرك عندي اوكي فخليني اوقف البرنامج هذا كان كل شيء قبل ما نختم خلونا نعمل مراجعة سريعة للي اخذناه بشكل سريع بداية حكينا عن الروس توبيك قلنا الروس توبيك هي بتنقسم لقسمين قلنا publisher subscriber قلنا بهذا الفيديو رح نحكي عن الببلشر بعدين شفنا تعليمات خاصة بالتوبيك مثل روس توبيك ليست عنا روس توبيك ليست هي العرض نتائج او العرض قائمة باسم التوبيكس وقلنا لفلترة النتائج بنحط خط جريب بعدين اسم التوبيك بعدين شفنا روس توبيك ايكو لحتى نعرض المعلومات اللي تم نشرها عبر هذا الموضوع طبعا روس توبيك ايكو وبعده اسم التوبيك بعدين حكينا روس توبيك انفو لعرض معلومات عن هذا الموضوع طبعا روس توبيك انفو بعدها اسم التوبيك روس توبيك اتش زد بعدها اسم الموضوع لحتى تعطيني معدل الرسائل اللي عم تنتشر بالتوبيك وقلنا لحتى اعرف اي معلومة عن الروس توبيك مثلا روس توبيك اتش زد فبحط روس توبيك اتش زد وبحط جنبها minus h وشوف معلومات عنها او ممكن اعرف شو هي كل التعليمات اللي بتخص الروس توبيك انه نحط روس توبيك minus h ونشوف شو هي القائمة اللي بتعطيني اياها بعدين انتقلنا لحتى نعرف تعرفنا عن المسجز وقلنا انه في تعليمة تعطيني حتى اعرف معلومات عن هاي المسجز كانت التعليمة هي روس message plus msg show وبعدها اسم المسج هذا كان تقريبا كل شيء لليوم بتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا تكونوا فهمتوا التوبيك publisher بشكل تمام اذا حد عنده اي استفسار وعنده تعليقات مستنيين تعليقاتكم بالتوفيق ان شاء الله